حباب الروبي وحييكم دائما مع الفيديوهات ديال خف نزربل. اليوم غادي نهضروا على واحد العزوه مفروح وهارب ليه بالجهد. هاد خونا منه واحد وماشي جوج. ابحي شد التيسلا موديل اس واللي كاملين كنعرفوها انها طوموبيل الكتريك وخدامه بالضوء، وكاملين كنعرفوا انه كاين واحد الطوندوس كاينه دابا. ابحي بزاف ديال الناس ولاو تيشدوا طوموبيلات كلاسيك فيهم موتور ايسونس وكيديروا لهم الكونفرسيون باش يوليو يخدموا بالضوء. ابحي كيحيدوا الموتور ديال الاحتراق وكيانستاليو في بلاصتو موتور الكتريك وكيسيبليمونطي بالباتري باك. افحال مثلا هذا البورش 911 اللي ما نعرف مسكيناش من دن بدات في حياتها باش يحيدوا ليها الروح ديالها ويرومبلاسيوها بموتور ديال موليدكس واللي في كل 200 كيلومتر خاصو رضاعه بحال الدري الصغير. وبيني وبينكم اخوتي اما كنحمل شي حاجه سميتها فواتور الكتريك، منين تنسمع شي واحد دار هذه الفضيحه في شي طوموبيل كنسخط وكنكشكش، خاصه الا كانت شي بورش 911 بحال اللي شفتو ولا شي فيراري 308 جي تي اس بحال هادي. الحاصل الله ياخذ فيهم الحق. ما علينا، ونرجعوا لخونا العزوه اللي الصراحه الخدمه اللي دار هاد التيسلا بردات ليا القلب وحشات ليا الركابي. البلان وما فيه ان هاد الساط مشى شرا واحد التيسلا موديل اس من لافيراي، كانت غرقات في شي فيضان كان في امريكان، وفي عوض ما يشدها ويصلحها ويرومبلاسي ليها لي باتري ولي موتور الكتريك، هاد الاخ بغى يطرطق المراره لمول التيسلا ايلون ماسك، لا هو لا هادوك البراهج ديال الجرين بيس والحفاظ على البيئه. وبما ان هاد خونا ملعق وعنده الفلوس كي الروس، خدام معاه رباعه ديال لي زانجينيور ولي ميكانيسيان ولي زيليكتريسيان، بحيث البروجي خدام منهم عامين ديال الريشيرش والديفلوبمون. العزوة ديالنا وليكيب اللي معاه عراو هاد التيسلا وتخلصوا من كاع داك التخربيق ديال الباتريات والموتور ديال الالكتريك، بحيث عوضوهم بواحد الموتور اسطوري ديال بصح واللي جابوه من شيفرولي كامارو. هاد الموتور اخوتي هو الفيويت 6 لتر 2 واللي كيخرج وهو ستوك 430 عود و557 نيوتن متر ديال الكوبل، واللي معروف بالتبحبيحه ديالو اللي كتسمع من قرطحنا. هاد السواب اخوتي ماشي بحال اي سواب، وغير باش انستاليو هاد الموتور الوحش كان خاصهم يقطعوا ويسودي وش الحوايج، وعاد ما نساوش لي فيسو الكتريك ولي موديفيكاسيون اللي كان خاصهم يديروا باش السكرينز ديال الطوموبيل يولي كومباتيبل مع لي زانفورماسيون اللي جايين من لي كالكولاتور ديال الموتور. افحال الطومبيراتور ديال اللي كيديروا فرواديسمون والزيت وليتور ديالو وزيد وزيد، وهادشي بلا ما نساو التماره ديال لانستالاسيون ديال البوطه فيتا سيكونسيال والاربر ديال الترانسميسيون والريزيرفوار ديال الكاربيرون ولي بومب دانجيكسيون والكافاج والاكزوست سيستم. البلان زوين هنا يا خوتي ان كلشي شاد بلاصتو وكلين ومتقون، والعنايه اللي تعطات لهذا البروجي فقط الخيال. ابحيت كلشي مازال خدام في الانتيريور بحال ليكرون سنترال والكليماتيزاسيون وكاع لي زيكيبمون الكترونيك. وخاصكم تشوفوا اخوتي البلان لي طرالي فاش مشى للستاسيون يدير ليسونس. خونا اللي خدام تما ما فهم والو وكيصحاب ليه غير دايرين ليه شي برانك، وما تيقش وما بغاتش تدخل ليه الراس ان التيسلا جايه دير ليسونس، وما تاق مسكين حتى شاف الغلاقه ديال الريزرفوار اللي انستالاوها في بلاصه البور ديال الشارج. العزوه ديالنا اخوتي، ومن بعد ما سالا هذا البروجي عول يبدا بروجي اخر هبيل على هذا، وفي عوض ما انستالي موتور ايسونس بحال كيف ما دار في هاد التيسلا، دابا بغى انستالي موتور ديزل ماشي اي موتور، وباغي اخوتي انستالي الكامينز 4 بي تي اللي كيكون في المواكن ديال الحصاد والتراكتورات والتراكسات. البلان اللي ما كاينش متوقعو هنايا هو منين جاو عنده صحاب وكاله حمايه البيئه ديال الميريكان وهددوه يا اما يحبس داكشي اللي كيدير ولا يسيزيو ليه كاع الماتيريال والطوموبيلات.